أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم حبيت شارككم التجربة اللي صارت معي اليوم. اليوم كان في عنا بطولة بألمانيا دولية، طبعا هي بطولة دولية صغيرة، يعني المدعوين هن من جميع أنحاء العالم، بس العدد اللي فيها كان قليل. واليوم أنا كنت مشارك فيها، هو اليوم نفس مشارك هو نفس اليوم اللي بيكون في نهائيات بريمير ليج تبع شنغهاي. وهاي البطولة هي عبارة عن مرحلة من مراحل الاستعداد للأولمبياد، يعني أنا لازم شارك بطولات كتير، احتك بالعالم، احتك بالحكام، بالبساط وهالموضوع هذا. ومثل ما وعدتكم قلت لكم بدي أعمل حلقة عنه وش راح يكون، شو صار، شو الأخطاء اللي صار. اليوم للأسف كان يوم سيء 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 لأبعد الحدود. اضطرينا لازم كان المسافة تبعد عنا ساعتين، ساعتين وشوي تقريبا، فاضطرينا نطلع بكير لأنه كانت لعبتي على 10:30، فاضطرينا نطلع من 5:30 من هون عشان بدنا نروح وفي عنا تسجيل وفي عنا إحماء وكذا إجراءات يعني بدها تصير. فحملنا حالنا والله ورحنا. كان في معي صديقي اللي راح تشوفوه، بس بدون ما تخافوا، حبيب القلب أبو سعود. المهم رحنا وصلنا لهونيك، وصلنا على الوقت تمام، كان في معنا وقت، عملنا احماء وكذا. فمثل ما هو معروف عادة بفترة الاحماء قبل البطولة هي بتكون مثل عامل نفسي للاعب يثبت للاشخاص التانيين انه هو منيح، ممكن تكون حرب نفسية نوعا ما، بيثبت بيحاول يثبت حاله، بيحاول يثبت بوجوده، يلفت انظار الحكام وكذا من الحكي هذا. طبعا مو بس الاحماء، الفكره هي مو بس الاحماء، الفكره كل هدول شغلات اللي قلناهم. وبالفعل بفتره الاحماء هاي انا اجاني كثير تعليقات ايجابيه، اجتني كثير ملاحظات ايجابيه من كثير حكام موجودين بالبطوله، من كثير لاعبين موجودين بالبطوله، من مدربين حتى، يعني هي لأنها بطولة دولية فيجوا يحكوا معي بالإنجليزي وأنا إنجليزيتي لا بأس فيها، فبلا إراديا يكون جوابي باللغة الألمانية، فيقولوا لي بتعرف ألماني، ويحكوا معي بالألماني. ف يعني حسب الانطباع اللي انترك واللي شفته حسيت إنه الوضع حلو، يعني لا بأس فيه، يعني ممكن يكون في نتيجة، يعني تفائلت أول شيء. بننزل على البطولة، أول دور مع لاعب حلو لا بأس فيه، شغله كتير حلو. أو أول شيء تفاجأت بالتحكيم، التحكيم عادة يا بيكون رايات يا بيكون بالأعلام أو بالنقاط، لأنه بأوروبا أو بقانون التحكيم الجديد التحكيم لازم يكون نقاط علامات. بس هاي البطولة يمكن لأنه العدد قليل كان شوي فقرروا يعملوا تحكيم رايات، بس تحكيم الرايات بعرف لازم يكون 5 حكام، يعني هاي البطولة كان فيها 3 حكام بس، يعني عدد الحكام كمان كان قليل، يعني أضرب من عنا وقت اللي بدهم يا ما بدهم يخففوا التكاليف أو ما بعرف. المهم شيء بشيل شيء، كان 3 حكام بس، تقول نحن لاعبين ولاد صغار. ما علينا، نزلنا والله على البطولة أول دور. صراحة ما كنت مبسوط بالشيء اللي أنا عملته، ما بعرف ليش، هو ما كان توتر بس حسيت حالي ماني مرتاح، أعطيت اللي عندي، جسمي ما كان يستجيب. فلما طلعت كنت أنا أحمر، يعني كان أول دور لإلي، فلما طلعت كان ما كنت مرتاح، يعني ما كنت مبسوط بالشيء اللي عملته. نزل اللاعب الخصم عمل اللي عنده كمان، يعني لا بأس فيه، أنا بشوفه منيح يعني حلو، ومثل ما قال مدرب ومدرب، يعني هو مدربنا واحد، مثل ما قال إنه كان شيء متقارب جدا، يعني كان ممكن تكون نفس النتيجة بالعكس. فللأسف خسرت أنا بأول دور، بس حسب الموجودين توقعت أنا أنه ألعب على البرونز، يعني أطلع ألعب على البرونز. اللاعبين الموجودين، لاعبين عم ينسوا الكاتا، لاعبين عم يخربطوا بالكاتا، في لاعب بيوقف بيصفن هيك بس بيكفي الكاتا، عرفتوا كيف؟ ما بعرف ليش أنا طلعت برات المنافسة كلها. هلا قانون القرعة ما اختلفنا، خير إن شاء الله، بس ضل حسرة بقلبي الأشخاص اللي راح تلعب على الثالث، الأشخاص اللي راح تلعب على البرونز ما بيعرفوا شيء، صفر صفر، يعني مستواهم سيء. اللاعب ينسى الكاتا وطلع انسحب، يعني قال لهم أنا انسحبت وطلعت، ليش خلوه يلعب على البرونز ما بعرف. بغض النظر خلصت، أنا طلعت عم بستنى ألعب على البرونز على أساس ما اجاني فرصة، وحتى الناس اللي على الطاولة ما عرفانين كيف القرعة تمشي، يعني عم يروحوا يسألوا فلان ويروحوا يسألوا فلان، طلع هيك يعني نحن لاعبين ما بنحسين نحكي شيء. وحتى في لاعب
قوي جدا يعني. هو حتى السنين الماضية كان تاني بألمانيا، والسنة هاي كان ثالث، يعني قوي جدا. عند اللي قالوا مين هلا بده، الحكام عند اللي قالوا مين هلا بده يلعب، قام قال لهم يمكن مو عارفانين شو بدهم، مين بده ينزل هلا. فيعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي البطولة، هاي وجهة نظري، هاي وجهة نظري، ما بدي أظلم حدا. هاي البطولة كان هي عبارة عن استضافة لمنتخب صربيا. كان عدد اللاعبين الموجودين من صربيا بفئات عمرية مختلفة، كان بحد أكثر من 50 لاعب، أكثر من 50 60 لاعب تقريبا من صربيا جايين بس ليشاركوا باللعبة بالبطولة هاي. فمشان هيك ما أنا متأكد، أنا مشان ما أظلم حدا، ممكن يكون نظم موضوع القرعة لأنه اللاعبين، لأنه اللاعب الصربي اللي طلع لاعب على الثالث هو مستوى سيء بس لعب على الثالث لأنه صربي، ما بعرف. ولما بيكون في عدد من اللاعبين أكبر فبيكون في دخل أكبر للي منظم لهي البطولة، فما بعرف، ممكن يكون هذا سبب، وممكن يكون سبب تاني انه انا كان لازم الحالي اللي انا كنت فيها تتحسن، وهذا شيء اكيد حالي تبعتي لازم تتحسن اكثر. مدربي او الاداري اللي انا اداري النادي تبعي قال لي هيك بطولات لازم ما نشارك فيها لانه يعني عم بتكون لجهة معينة، يعني بتكون منظمة لجهة معينة، فقال لي نحن ما لازم نخسر مصاري على هالموضوع، هذا لازم نشارك بطولات بمستوى اعلى. بس انا من وجهة نظري ما في مشكلة، الشيء اللي انا كان بدي اياه طبعا لو كان في مركز اذا كان احسن، حتى لو كان عملت دور تاني وخسرت فيه ما في مشكلة، هو المهم انه انا يكون في احتكاك مع لاعبين، الحكام يشوفوني اخذ من نصائح منهم، ويكون في تطور. يعني انا هذا اللي كان بدي اياه، والحمد لله البساط بلشت اتعود عليه، البساط الدولي بلشت اتعود عليه. بعتذر منكم اني ما قدرت اجيب نتيجة بهاي البطولة ولو انها صغيرة، ان شاء الله بالبطولات الجاية بحاول اقدم احسن. ودعواتكم، دعواتكم بالتوفيق. لا تنسوا لايك للفيديو، نلتقي بفيديو جديد إن شاء الله، والسلامات.